ادعى جهاز الأمن الأوكراني أنه استهدف 5 طائرات مقاتلة في كورسك غرب روسيا، وذلك باستخدام طائرات مسيرة مصنوعة من الورق المقوى. وكانت الطائرات التي تم استهدافها من نوع ميك 29 و4 طائرات من نوع سو 30، والتي تعد من أقوى الطائرات لدى القوات الروسية. وتسبب الهجوم أيضا بأضرار لمنظومتين من طراز بانسر ونظام S-300 للدفاع الجوي. ولكن كيف حدث ذلك الهجوم؟ حسب جهاز الأمن الأوكراني أنه استخدم طائرات مصنوعة من الورق المقوى تستخدم لتوصيل الطلبات، تم استلامها من أستراليا. ولكن بعد إجراء بعض التعديلات عليها مثل إضافة أجهزة استطلاع وبعض المتفجرات، أصبحت طائرات مسيرة عسكرية ومؤثرة بسبب صعوبة رصدها لصغر حجمها ومقطعها الراداري.